ترقبوا في الساعة 8:30 مساء البث المباشر المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، المهرجان الثاني، الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة تحت شعار التربية والقرآن تصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي. وسيتضمن المهرجان فعاليات الراب المهدوي والشور المهدوي وتلاوة القرآن وإلقاء بحوث من سلاسل بحوث السيد الأستاذ دام ظله، وسيتضمن أيضا حفلا تكريما للباحثين والرواديد والذاكرين من الأشبال والشباب تثمينا لما قدموه في الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة لعام 1440 للهجرة. المحافظات التي يقام فيها المهرجان: البصرة الخميس 6 ذي الحجة لعام 1440 للهجرة، ميسان السبت 8 ذي الحجة لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.